السلام عليكم أعزائي المتابعين المتابعات، مرحبا بكم في قناة بروف عبدو، وكنتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. عرفت باللي غبرت عليكم بزاف، ولكن لظروف الإخوان وكما كتعرفوا فيما كتكون شي حاجة جديدة كنبغي نحطها لكم أنا الأول. هذه شي 3 أيام كنت صورت واحد الفيديو حطيته في الانستغرام ديالي بخصوص أنه كان واحد الخبر تيقول بأنه راه الوزارة لغات العطل البينية ولغات العطلة ديال الدورة الأولى وكذلك يعني مجموعة من الأمور، وكذبت لكم أشي وقلت لكم بأن داك الشيء راه ماشي حقيقة وغير إشاعات. اليوم الإخوان تصدر واحد الخبر في جريدة هيسبريس كما كتشوفوا معايا، تيقول بأن وزارة التربية الوطنية تنفي الحسمة في سيناريو تدارك الزمن المدرسي الضائع. يعني الوزارة كتأكد ديك الهضرة اللي كنت قلت لكم، بحيث أنه كما كتشوفوا معايا التفاصيل قال لك بأن واحد المصدر من وزارة التربية الوطنية نفى هاد الشيء اللي كيحطوه الناس واللي كيروجوا في مواقع التواصل الاجتماعي بشان انه العطل غتلغى ولا انه غيتلغى الاسبوع الخامس من كل وحده، وكذلك غادي يكون يعني الدعم يعني خارج اوقات العمل ويعني كذا زائد يوم الاحد الى كان ضروري. فتيقول لك بانه الوزاره لحدود الساعه مازال ما حسمات في السيناريوهات ديال كيفاش تدارك ذاك الزمن اللي ضاع بسبب الاضرابات، وبانه هذا الاسبوع هذا غادي يكون الاعلان ديال الوزاره عن السيناريو ديال هاد الدوره الاولى، كيفاش غادي تسالي الدوره الاولى وكيفاش غادي يعوضوا التلاميذ. يعني الاخوان ما كاينش الغاء العطل سواء ديال الدوره الاولى وكذلك العطل البينيه يعني ديال الثلاثه اللي جايين هذا العام هذا، وكذلك يعني نفات الوزاره انه حددت يعني تمديد السنه حتى 15 في شهر 7 بالنسبه للثانوي الاعدادي، وكذلك التمديد ديال الابتدائي حتى 30 في شهر 7. كتقول الوزارة بأن هادشي راه كذوب وما منو والو، والوزارة مازال ما خرجات القرار الرسمي ديالها. هاد الأسبوع هذا غادي يكون القرار ديال الوزارة بخصوص هادشي هذا، غتخرج واحد البلاغ غتقول فيه هاشنو غادي يكون في هاد الدورة الأولى، كيفاش غادي تدارك أولا كيفاش غادي تدارك ذاك الزمن اللي ضاع التلاميذ بسبب الإضرابات. زائد أنه الإخوان هاد الأسبوع كذلك غادي يكون إضراب وطني، غير كنتسناو البلاغات ديال التنسيقيات. عارف بلي راه كتسولوا بزاف الإخوان، غير خرج البلاغ ديال التنسيقيات غادي نحط لكم الايام ديال الاضراب اللي غادي يعلنوا عليهم هذا الاسبوع هذا. وكنتمنى بخير ان شاء الله، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم، وكنعاود ناكد بخلاصه بان داكشي اللي كان تيروج كما اكدت لكم ثلاث ايام هذه بان هادشي راه كذوب، والوزاره مازال ما اتخذت حتى شي قرار. لحدود الساعه ما كاينش الغاء العطل، ما كاينش تمديد السنه الدراسيه حتى 15 في شهر 7، ونتسناو اي جديد ان شاء الله راه غادي نبارطاجي معكم. تحياتي.